يعني الدياية تقول كليني تسولف فقط تعالي حطيها بالفرن وقلتي شو جاية انت سياحة حبيبتي جايين نشغلك حلقتنا اليوم الصراحة غير مثل ما كل حلقة أقول لكم بس هالمرة صدق غير لأن الشيف اللي معاي بتبدع صراحة معنا الشيف عليا حياك الله ويانا الله يحييك مو مصدقنا الشيف الصراحة بس يعني لا أنت اليوم شيف لازم تتقمصين هذه الشخصية شنو بتسوي لنا اليوم؟ شوفي هي اسمها هي خلطة أختي يعني بقولك قصتها حلو خلطة أختي بس هي الصجية اسمها دياي مع تتبيلة الكاتشب والمايونيز حلوين زين تنطبخ مع شنو؟ مع شنو؟ مع عيش مصري مو بسمتي إيه؟ حلو وبازاليا فهذا الاختراع خلينا نقول من أختك إيه؟ كل الشكر حق أخت عليا صح تحية يسرى قولي لي المقادير اللي موجودة عندنا يلا تبي تسوين العيش أول وتبي تسوي الدياية أول؟ أحس العيش يلا سوي العيش شوفوا العيش في ناس تحط زيت وفي ناس تحط سمن أنا بالنسبة لي لا السمن يعطي طعم حق الأكل بشكل أي ما أدري شنو الطعم بس لذيذ وايد الزيت أحس يعني أوكي عادي شنو المقدار مال السمنة ولا هو بالنظر؟ يعني أنت وإحساسك أوكي أنا أحب اللي يمشي على الإحساس أي يعني حتى الملح ترى الله بسرعة أوكي بهاراتنا والملح اي من فوق من فوق من فوق ايوه ايوه روح ما حد شاف ما حد شاف والملح هذا ما كذي بعدين فلفل اسود فلفل اسود عاد لحظتي المفضله اني اسوي كذا اي 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 شف عليها يعني المهارات هذه قاعد تصدميني فيها اي لا الحين بعد تشوفين بالختام ان شاء الله الله يجبرني يعني عاد دارسين حلو بس لا تكثرون تقدرين تشيلين بنص الطبخه يعني شوفوا انا حطيت مسمار خل احط اثنين واثنين هيك يلا اول شيء اي البصل انا حلو انا حبيت انك انت تاخذين شيء وبعدين تذكرين انه اي لا عشان شنو عشان البازاليا يطلع طعمها حلو اي تحطين بهاراتك بعدين تحطين البصل حلو عشان يصير فيه طعم بعدين اخر شيء تحطينها اللي هو شنو بازاليا برافو الحين نسكر عليها نخليها 5 دقائق شوفوا هو المفروض حق الدياية الوحدة 4 قفشات كاتشب كبيرة بس أنا ما ألتزم ليش لأن أحب يكون فيها صوص وايد لما ندش الفرن يعني الكاتشب معلومتي هذه إنه بسرعة ينحرق صح فأحتاج إنه أضيف كاتشب أكثر وبهارات أكثر ويعني كل شيء أكثر على أساس إنه شنو ما تنحرق ويعني يكون في صوص بالجدر كاتشب الحين قاعد نحط كاتشب يلا وراها المعجون طماط اوكي كمية كاملة كله صح؟ كله كله بعدها شوية خل شوية شوية هذا الخل صح؟ ليه بقى قاعد اتعلم ايوه بس كافي مايونيز نفس الكاتشب عشان لا يتضايق صح قلت حطيت الكاتشب خليت المايونيز يعني ما نبي يتضايق كلش ولا ان احنا نضايق المايونيز عاد لان هذه صدق مالها يعني مقدار فحطي ملح بس هم لا تكثرين لان الكاتشب اوريدي فيه ملح صح والمايونيز فيه ملح فكل هذه يعني تصير بعدين حامضه صار فيني ضغط من كثر ما حطيتي مهيبه هذا كله ولا تكثرين اذا كثرتي اكثر يعني هني عاد كركم شويه بس عشان لونها عاد صج فلفل اسود شويه لانه يعني تصير حاره بعدين 7 بهارات شويه كمون عاد هني تسوينها كذي تفركينها حيل شوفي دلعينها اي دخلوا من داخل اي هذه تتبيله سريعه وسهله حيل نحط العيش بس نخلي النار شوي عاليه يلا ماي حار حاطين ماي حار هني ايوه تنطرين لما يصير الماي مختفي من على يعني السطح اوكي متشرب متشرب حلوين حلو العيش تشرب الماي حلوين تمام شو نسوي شو نسوي شوي نقلل الحراره اوكي نغطي العيش نخليه 10 دقائق ربع ساعه على البخار حلو. على ما يخلص نشوف دياياتنا اي
يعني اقدر ان انا بعد ما اتبلها اسويها. أيه. بس يفضل ان هي تكون يعني اذا ما في وقت برمضان يعني مثلا ما مدعتش ان انت يعني تحطينها بالتتبيله، لا عادي دخليها الفرن دايركت. باجي الخلطه اي نحطها كذي سلام توزع. طب بعد المساج احتاج ماي اساس يعني هالخلطه ما تروح. حلو اي هذه التتبيله يعني الكاتشب بسرعه ينحرق فلازم تحطين ماي بالصينيه. الحين احتاج قزدير وورق زبده. اول شيء يقول لك ان القزدير دايركت على الاكل غلط، يعني مو حلو مضر. ثاني شيء على اساس انه يعني تنطبخ مع الهواء والبخار وكذي تصير حلوه. تعالي حطيها بالفرن. وقلتي شوفي جاية انت سياحة حبيبتي جايين شغلك. يلا بطل الفرن. كم درجة الحرارة؟ 170 او 180 يعني تقدرين تخلينها 180 بعدين تخففين عليها النار. يلا العيش خلاص. وين اروح وين اروح؟ كذي خلاص شوفي اصلا المفروض انه يعني بس ترى حلو بعدين تساوينه كذي حلو تساوين الاطراف تكرينه كله. باي شكله يشوق ترى. هو صراحة أنا أحب أكلتي المفضلة يعني. الحين على ما الدياية تستوي والعيش ينطبخ تقريبا هو خالص بنشوف عاد عليا وطبختها اللي متحديتني فيها. أكيد حلوة. صار لها أسبوع نتسولف. أتحداك بعد هالحلقة ما تدزين لي تقولي دزي لي الخلطة. خلاص ننطرها. يلا. ونجرب آخر شيء. الحين احنا سمينا هذا الطبق طبق عليا. اي تدرين شنو راح يصير الحين؟ شنو؟ الناس اللي قاعد يطالعونا وشافوا هالطبق وعجبهم يقدرون يدشون ابلكيشن راحه يشوفون طبق عليا والمقادير كلها موجوده تحت يطلبونها توصل لعندهم ويسوونها. الله اخيرا صار عندي شيء باسمي. اي طبق عليا. شلونك تجربين؟ يلا يلا بس لا تجاملين. ما راح انا راضيه. حلو جاملي شوي بس يعني. ما راح نقص من الديايه. ساعدك؟ اي والله انا احب الفخذ الصراحه. كنت راح اقول لك امانه اخذيه بس قلت يمكن ما تاكلينه عشان تبين معانا عشان يعني الرياكشن يكون واضح. هذه لقمتنا. تبين اقول شو صدق؟ اي 10 من 10. تفوقتي اليوم برافو عليك. برافو صفق لها يا جماعه. والله يسوي لي قلب. صفق حق عليا فازت معانا اليوم.